تستعمل سكاكين الجيب لتقطيع حبل أو برتقالة. افتحوا أحد النصال ولن تكون هناك لحظة مملة. طي السكاكين يعود فعلا إلى روما القديمة. بعد قرون عدة انتشرت النسخ الأصغر بحجم الجيب وأتاحت للناس حمل السكاكين معهم من دون إتلاف جيوبهم. يحزمون الكثير داخل سكين الجيب، فهي تحوي عدة نصال وأدوات يمكن ضمها داخل المقبض. لصنع سكاكين الجيب تدخل بكرات شريطاً من الفولاذ الصامت في مجموعة قوالب. على مثال أدوات تقطيع الكعك، تقص القوالب أشكال النصال ثم تشق ثقوباً لتركيبها في المسكة. تطبع شعار الشركة وتشكل أثلاماً ستمكن المستهلك من حمل النصال. جولة داخل فرن متقد ستقصي المعدن، إنها الخطوة الأولى في معالجة النصال بالحرارة. عندما تبرد، يضع عامل أشكال النصال على حافة ممغنطة لآلة دوارة. تنقل قاعدة النصال تحت ملف حث حراري. الحرارة تلين ذلك الطرف وتجعله ليناً بما يكفي لثنيه ولينطبق على نحو أسهل في مقبض سكين الجيب. ينقل الآن آلي شكل النصال داخل آلة شاحذة موجهة بحاسوب. تشطب الطرف لكنها تتركه قليلاً. سيزوده الشحذ بحافة قاطعة لاحقاً. هنا يمكنكم رؤية الفرق الذي يشكله الشحذ. تسقل كريات خزفية نابضة النصال مع معجونة لمدة 32 ساعة لتحقيق مظهر نهائي ثقيل كالمرآة. يجمعها حزام مغناطيسي وينقلها إلى المحطة التالية. في هذه الأثناء، أداة قاطعة هزازة تنحت أضلاعاً داخل قطعة من عظم بقري. هذا العظم سيزين مقبض سكين الجيب. يغطسون كيساً من تلك العظام المضلعة في راقود صباغ يصبغها بلون أخضر نابض بالحياة. العظم البقري هو من إحدى المواد العديدة المستعملة لجعل مظهر سكاكين الجيب جميلاً. البعض منها اصطناعي والبعض الآخر طبيعي. على مثال هذه المادة، هذا عاج ماموث يثبتونه بمقبض سكين الجيب. يضعون رتنج متيناً لزخرفة هذه القطع العظمية بتطعيم معدني مزين بنقوش وحروف. يشذبون العظم الزائد بحيث يستوي مع البطانة المعدنية. لاحقاً يضعون زنبركاً على الجانب السفلي من الجزء العظمي والنحاسي. تليه ذراع متأرجحة ومباعدة. ينهون هذا الحشو بعظمة أخرى مغطاة ببطانة نحاسية. يدخلون النصال في طرف واحد ويغطسون كل منها في زيت لتزييته. يثبتها وتد كلها ببعضها البعض. يدخلون نصالا مختلفة في الطرف الآخر من سكين الجيب ويغرزون وتدا داخل تلك الكومة. أداة هوائية تسطح أطراف الأوتاد وتثبت أساسياً الأجزاء كلها معاً. أحياناً يضغطون رفادة بين الطبقات لفتحها كي تتحرك السكاكين بسهولة أكبر. إنه تعديل دقيق بعض الشيء. يشحذون رؤوس الأوتاد لدمجها مع بقية سكين الجيب. يتطاير الشرر بينما يشحذون الحواف المشطوبة على حزام صقل إلى أن تصبح حادة بما يكفي للتقطيع. بعد شحذها يطوون النصال كلها ويصقلون السكين حتى تلمع. هنا ينقش ليزر شارة في المقبض العظمي ثم يزينون النقوش بطلاء. والآن أصبح لديكم سكين جيب ستحدث تأثيراً معبراً حقاً.